مايك سمعنا صوتك. يا مساء الجمال والسعادة على الناس السكر الزيادة، ازيكوا عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. انا زينب مصطفى من برنامج خمسة فن على مايك. النهاردة هنتكلم عن فنان جديد من نجوم الفن في رمضان. الفنان ده مجنن المشاهدين دايما في رمضان، والاغلبية العظمى مش بيفهموا المسلسل بتاعه، وغالبا كده بيتفهم في الحلقة الاخيرة. هنتكلم النهاردة عن الفنان يوسف الشريف. تخيلوا بقى ان اسمه الحقيقي مش هو يوسف الشريف زي ما انتوا عارفين، اسمه الحقيقي هو محمد اسماعيل ناجي، واختار اسم يوسف الشريف بالاتفاق مع المخرج شريف صبري اثناء تصوير فيلمه الاول سبع ورقات كوتشينا. ولد يوسف الشريف 14 سبتمبر عام 1978 في القاهرة بمصر، والتحق بجامعة عين شمس لدراسة الهندسة الميكانيكية وتخرج منها عام 2002. كان يوسف الشريف لاعب كاراتيه مشهور، لعب في البطولات الدولية في تونس، وكمان لعب كرة القدم في الفريق الأهلي المصري. الفنان يوسف الشريف ابتدى حياته الفنية كموديل إعلانات، شاف المخرج شريف صبري وعرض عليه المشاركة في فيلم سبع ورقات كوتشينا، وده كان عام 2004. شارك في مسلسل السندريلا وفيلم حليم وفيلم آخر الدنيا عام 2006، وكمان شارك في عام 2007 في فيلم هي فوضى مع منة شلبي وخالد صالح. وكان أول عمل بطولي ليه في السينما كان عام 2009 في فيلم العالمي، وكان من إخراج أحمد مدحت، وبعد كده فيلم بني آدم عام 2018. في عام 2010 كان ضيف في المسلسل الكوميدي عاوز أتجوز من بطولة هند صبري وسوسن بدر، وكمان كان ضيف في مسلسل ألس والكتاب. أول بطولة درامية ليه كان من خلال مسلسل مواطن إكس عام 2011، وبتدور أحداث المسلسل حول شاب يدعى أحمد قاسم مشهور بإكس، وبيتم قتله في أول أحداث المسلسل في حادث بشع، وبعد كده بيتم عرض أحداث ما بعد وفاته بطريقة الفلاش باك. شارك في بطولة مسلسل مواطن إكس إياد نصار وشيري عادل وأمير كرارة وأروى جودة ومحمود عبد الغني، وبعد كده قدم يوسف الشريف مسلسل رقم مجهول مع شيري عادل ومحمود الجندي عام 2012، والمخرج أحمد نادر جلال. نجح المسلسل بشكل كبير جدا، فأعاد التجربة مع المخرج أحمد نادر جلال في مسلسل اسم مؤقت، وجسد فيه خمس شخصيات مختلفة بعد تعرضه لشخصيته الرئيسية لفقدان الذاكرة، واتسع المسلسل ده بالغموض وإثارة كبيرة جدا. وفي رمضان عام 2014 أدى شخصية الرائد سيف عبد الرحمن في المسلسل البوليسي المصري الصياد، وأظهر في الدور ده موهبة كبيرة جدا وإتقان عظيم لدور شاب فقد البصر. المسلسل ده حير كتير من المتابعين خلال عرضه، وشارك في بطولة العمل عدد كبير من النجوم، كان منهم أحمد صفت ودينا فؤاد وأشرف مسلحي وتامر ضيائي. وفي رمضان عام 2015 جسد شخصيتين في مسلسل واحد، وهو لعبة إبليس. ظهر في دورين لأخين، واحد رجل أعمال والتاني ساحر بيحاول تحصيل الثروة دي بشتى الطرق. برع في رمضان عام 2016 بمسلسل القيصر اللي كان جديد تماما على الدراما وقتها، وكانت بتدور أحداثه حول شخص بيمتلك قدرات غير عادية، وهو تابع لإحدى الجماعات الإسلامية التكفيرية المتطرفة واللي بتتبنى عمليات إرهابية. وكالعادة فاجئ يوسف الشريف الجمهور في الحلقة الأخيرة بإعلانه إن القيصر هو الجزء الثاني لمسلسل اسم مؤقت. شارك في بطولة القيصر خالد زكي وأحمد سعيد عبد الغني وريهام عبد الغفور وأشرف زكي. المسلسل من تأليف محمد ناير وإخراج أحمد نادر جلال. وعاد يوسف الشريف في عام 2017 وراح لدراما الرعب والشعوذة بشكل جديد على الدراما المصرية من خلال عودته للعصور الوسطى بدون تحديد وقت معين، وحقق نجاح لا يستهان به بشخصية الدكتور سعد اللي عجبت الوطن العربي، وحقق المسلسل ده إقبال جماهيري ونجاح عالي جدا. غاب يوسف الشريف سنتين عن دراما رمضان، وده غير المعتاد لأنه كان من النجوم الأساسيين في رمضان.
لكنه في عام 2020 عاد بمسلسل النهاية اللي بيعتمد على الخيال العلمي، من أحداث بتدور عبر صراعات الجيل الرابع والتكنولوجيا اللي بتسبب في نهاية العالم. وقال الفنان يوسف الشريف في لقاء تلفزيوني ليه إنه بينوي عمل الجزء الثاني من مسلسل النهاية. وأخيراً المسلسل اللي مجنن الكل، كوفيد-25، واللي بتدور أحداثه بفيروس بينتقل من الحيوان للإنسان. تتصاعد الأحداث الدرامية المشوقة في ظل إعلان الحكومة رسمياً انتشار وباء غامض بيتسبب بتشويش الانتباه والانتحار، ومحاولات الفنان يوسف الشريف اللي بيلعب دور طبيب ويوتيوبر وبيحاول البحث عن وصل معالج للحد من الأزمة اللي بتهدد البشرية. المسلسل شادد انتباه عدد كبير جداً من الجمهور، خصوصاً إنه نازل في آخر 15 يوم من رمضان بعد ما جزء كبير منهم حاسس بالملل من بعض المسلسلات. مسلسل كوفيد-25 من بطولة يوسف الشريف وأحمد صلاح حسني وألتن عامر وغيرهم من النجوم، من تأليف إنجا علي وإخراج أحمد نادر جلال. وبكده خلصت حلقتنا معاكم، استنوني في حلقة جديدة ونجم جديد من نجوم الفن في رمضان. كنت معاكم أنا زينب مصطفى من برنامج 5 فن على مايك، استنوني.